كثرة جرائم القتل في الآونة الأخيرة أو تتابعها ملفت للنظر، وذلك يوجب على الحكومة والقضاء والإعلام مواجهة مثل هذه الظاهرة إعلاميا وقضائيا وسرعة تنفيذ الأحكام، لأن قتل القاتل حياة للناس كما ذكر الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقد حذر الله عز وجل من قتل المؤمن، وقال سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجريمة القتل من أعظم الجرائم التي لا أعلى منها إلا الشرك بالله جل وعلا، وهذه الجريمة توجب على المجتمع مواجهتها والتحذير منها والاستقرار في عقلية أي قاتل أنه سيقتل قريبا. فسرعة تنفيذ القصاص في القتلة هو رادع وهو الواجب، والتشنيع عليهم في الإعلام، وكذلك بيان خطورة هذه الجريمة وعظمها عند الله عز وجل وشناعتها، يجب أن تتصدر الإعلام وأن تواجه بأن يكون كل مواطن أو مقيم على هذه الأرض يعلم خطورة هذه الجريمة ويعلم أنه مقتول قبل أن يقدم على هذه الجريمة، وذلك يكون رادعا لمن تسول له نفسه بقتل أخيه، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل جعل الله سبحانه وتعالى على القاتل الأول، كما بيّن عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يقتل إلا جعل الله عز وجل على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وهذه يتبين منها عظم هذه الجريمة وشناعتها. هذا بالنسبة لما يعني أصبح ملفتا للنظر في هذه الآونة الأخيرة.